كلا المنتخبين، اسود الاطلس امام اسود الرافدين. يا له من مشهد ومنظر خلاب في خطط في نسختها السادسه. الاسماء اللي يبدا فيها المغرب اليوم، هشام الدكيك المدرب يواجه اليوم محمد سيد ناظم الشريعه، وهذه الاسماء لانها لاول مره امور صعب التوقعات في مثل هذه المباراه الماضيه. هي المشاركه الخامسه للمنتخب المغربي، ودع فيها المنتخب العراقي من دور المجموعات. ماذا عن هذه عن 43 هذا المنتخب المغربي تالد وكان خلف المنتخب المغربي طيلة الخمس المباريات الثمانية من أمام المنتخب الليبي، ويأتي أهداف مقابل هدفين. وبالتالي اليوم عاميات عدد المباريات عدد الأهداف يضع المغرب، لكن العراق العرهب إلى خارج أرضية الملعب. المنتخب العراقي اللي حل وصيف بأن يصل للمباراة الختامية، حدث ذلك بالروح والإصرار. نجم مباراة الماضية للمنتخب العراقي للمنتخب المغربي صاحب أكبر تسجيل هدف من خلال دور المجموعات، وأيضا في خلالها الإيراني محمد ناظم، والتسديدة الماضية في هذه المباراة أيضا بجانب العراقي بأمان وصمام الأمان في حراسة المرمى والحلول الهجومية عندما يتقدم للأمام أو يؤول لصالح المنتخب المغربي أو لصالح المنتخب العراقي للمرة في كرة الصلاة. الكرة بالكعب جنب اللاعبين من أجل عمل شيء، مهارة ومرور، تحضير من جديد للقادمين من الخلف. الكرة على الجهة اليمنى، المرور فيها تحضير المرة الثانية على الجهة اليسرى، تبينية حاضرة وتسديدة رمية مرمى إلى رمية مرمى. هذه اللقطة الماضية اللي كان يطال فيها المنتخب العراقي العراقي اللي معظم لاعبين من الشرطة. الكرة بعد ذلك فيها خروج موفق قصدين، كانت من الحارس للحارس، هل تحضر في هذا اللقاء؟ الكرة بتعود التقعب من الكتيبة الهجومية، الاعتماد على الهجوم المرتد، البينية والمهارة سالم الحسينات. تكلم على المنتخب العراقي اللي معظم لاعبين من الشرطة ومن نقطة الوسط من حصل على بطولة العراق. البينية يا سلام، الجنسية هنالك في العراق هو بجانب حامد آل ركلة جانبية الطاير تسديدة جميلة. هي أبرز اللاعبين وأغلب اللاعبين هنا من المغرب، الكرة فيها تسديدة يوقعون على أول أهداف هذا النهائي الكبير. أسود الأطلس يزأل العاصفة على القدم اليسرى على طول، كان فيها جانب من الأفضل، جانب من عدم التغلب. المسيطر المستحوذ في هذه المباراة، الكرة في المرمى تلتهب على الآخر على الآخر، الكرة فيها مرور والكرة فيها في هذا التدخل الماضي بشكل رائع. شوف هنا اللقطة من كان من جانب الخير محبين الخطأ. الآن المغربي التسديد المرة الثانية الملعب اللي كان خلفها سعد بشكل ممتاز من عثمان لصالح المغرب من جديد للجديد. الكرة في قوي متمرس في البطولات العربية والقارية والدولية مستمرة. المغرب وجدت لقطة وجدت فرصة ووجدت طريق فيها، وانت تشاهد نجوم العراق في أرضية الملعب. لكن حتى يوليو حتى الخامس أغسطس بمشاركة 18 منتخب. كرة بتعود الآن العراق، وقلنا حظ أوفر للفرق الأخرى. ركلة جانبية إلى ركلة جانبية، هو أكبر حضور جماهيري في هذه البطولة للمنتخب العراقي. الكرة المرتدة الآن لصالح المغرب، التسديد قبل هذه المباراة. الكرة بتعود الآن لصالح المغرب، كانت في مصر 21 كانت المغرب أول له في هذه المباراة. التسديدة الماضية الخياري، الكرة بتعود من جديد، أين التسديد؟ أين التسديدة؟ الخياري الآن يختبر كمان وكمان في نهائي كأس العرب. الكرة بتعود الآن، التسديدة القوية أيضا، لكن الكرة أيضا اللعب الآن على ملعب المنتخب المغربي. مبابا النجوم اللي تألقت في المستطيل الأخضر الآن هو مدينة قنيطرة، مدينة قنيطرة معظم في الأول للمنتخب العراقي. كرة من بين الأقدام جميلة تمر والكرة تذهب ركلة جانبية. فارق الخبرة اللي تكلمنا عنها العراقي المشاركة أسبق على الكبار والحاضرين. الكرة تعود الآن للم...
مثل كاد ان يفارق او يتسع الفارق الى الهدف الثاني لسعود. كارت اصفر اذا لقائد المنتخب المغربي سفيان المسرار. نسى المشاركات في نهائيات كاس العالم الاخيره في هذا العام وما قدم المنتخب المغربي في مثل هذه البطولات وهذه المباريات. يعطيها جانب من الخلف التمرير بعد ذلك على الجهه اليسرى محاوله التسديد. صالات ايضا من المملكه هنا حاضرين في الصاله الخضراء في موسم 22-23. الكره وتطول الاخبار عن نتيجه هذه المباراه حتى الان. هذا اللقاء هو المغرب واحد مقابل لا شيء، واحد مبين. التسديد على الطاير في المرة الثانية. الله اليوم المنتخب المغربي اللي يجد مساندة وباللاشيك أفضل مشاركات المغرب في نهائيات كأس العالم في النسخة الثلاثة الماضية. هذا النهائي الكبير. كرة بتعود الكرة إلى خارج أرضية. هدف غير مطمئن حتى الآن. الهدف الثاني قد يطمئن كثيرا المغربي. الكرة بتعود ظاهر. الكرة هذه المرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية مرمى. إلى في المنتصف تماما. ابتكاك الكرة بشكل ممتاز بشكل ممتاز. عادت الآن التسديدة والبية إلى ركلة جانبية. هذه لقطة المنتخب العراقي بشكل النهائية. كرة بتعود الآن عراقية من جديد بالباور بلاير. الكرة فيها تسديد. الله منتخب المغربي. الكرة بتعود. الكرة فيها تمرير. المسرار يجرب يا ركلة جانبية. شوف الالتحامات الاشتراكات على الجهة اليمنى. مرور تحضير شام اللي يدخل بصفته بطل فعالية حقيقة بالكعب. الآن الكرة بتعود. الله الرحمة بالهدف الثاني في هذه المواجهة. الكرة التي ذهبت إلى خارج أرضية الماء لصالح المنتخب المغربي. خطيرة 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 من أجل إراحة أعصاب المدرج الأحمر الكبير. وأسود سينات عودة بالكرة إلى حارس المرمى. بنيران الصديقة راضي غير موجود. العراقي قيث عرب يهدي لقب بطولة العقول. يا قيث غير معقول يا عرب. راضي مش موجود. بالتالي المغرب تعود الآن بالهدف الثاني بنيران. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.